أكتب العدد في صورة مئات وعشرات. 4000 يساوي كم مئة؟ مثل ما اتفقنا احنا كل ألف واحد ألف هو يساوي 10 مئات، فعندي 4000، فإذن 40 مئات. 40 مئات، زين كم عشرات؟ احنا قلنا كل واحد ألف بيش قد؟ ب110، زين أنا عندي 4000، فإذن 400 عشرات. 5000، 50 مئات، 500 عشرات. 6000، 60 مئات، 600 عشرات. 9000، 90 مئات، 900 عشرات. ماشي أبطال؟ نجي للتمرين اللي بعده. أذكر اسم مرتبة الرقم الذي تحته خط ثم أكتب قيمته المكانية. هنا نجي نكتب، هنا الصفر عندنا بالآحاد، نكتب آحاد قيمته شقد؟ قيمته صفر. قيمته صفر، نكتب قيمته صفر. هنا عندي 2 في مرتبة المئات، فنكتب مئات قيمته 200. هنا عندي 8 في مرتبة العشرات، فنكتب عشرات قيمته 80. هنا عندي 4 في مرتبة الألوف، فنكتب ألوف. نكتب ألوف، القيمة مالته قيمته 4000. ننتقل للتمرين اللي بعده. أكتب العدد من الصورة التحليلية. عندي 2 زائد 20 زائد 200 زائد 2000. نجي 2 بالآحاد، 2 بالعشرات، 2 بالمئات، 2 بالألوف، فيصير عندنا العدد هو 2222. العدد اللي بعده 9 بالآحاد، ننقلها 10 زائد 10، يعني 1 بالعشرات عندنا. 3000. هنا عندنا 3000، زين ما مطينا هنا مئات، هنا ما مطينا مئات. طبعا هو اكو خطأ هنا بس احنا راح نتلافاه، يعني هنا المفروض هي 300 وليس 3000. اما اذا كانت 3000 فالمفروض اكو زائد صفر، زائد صفر يلا بعدين تجي زائد 3000. ماشي، فهس احنا راح نمشي على 3000، فنخلي صفر للمئات، صفر للمئات زائد 3، فيصير عندنا 3019. هم لان هنا مطينا 3000 كاتبيننا، فراح يصير عندنا 3019، يعني هنا اكو خطأ في هذا السؤال. أكتب العدد بالأرقام. 8170، نكتب 8 في مرتبة الآلاف، ومئة وسبعون، نكتب 1 في مرتبة المئات، يعني 170، نكتب 70. 8170. 1142، نكتب 1 يعني في مرتبة الألوف 1000، ومئة هم 1 في مرتبة المئات، واثنان وأربعون، 42، 1142. أقرب العدد إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. نجي نقرب هذا العدد، بالبداية أقرب 10 وبعدين أقرب 100. هنا عندنا أقرب 10، نجي نباوع للآحاد، الآحاد من الأرقام البخيلة، فإذا العشرات راح تبقى نفسها، فننقل 4530 تصير. ليش؟ لأن الآحاد راح يتحول إلى صفر. زين أقرب 100، نجي للرقم الموجود وين؟ بالعشرات، نباوع له، عندنا 3 من الأرقام البخيلة، فإذا الرقم الموجود بالمئات يبقى نفسه، نجي ننقل الآلاف نفسها، المئات نفسها، الآحاد والعشرات نحولهن إلى أصفار، فصار عندنا 4500. هاي هي أقرب 100. أما أقرب 10، 4530. نجي هنا نقرب لأقرب 10، نباوع للآحاد، الآحاد بالرقم 6 من الأرقام الكريمة،
فإذا راح يعطينا واحد إلى الرقم الموجود في مرتبة العشرات. أنا عندي بالعشرات سبعة وإجاه واحد صارت ثمانية. ننقل الآلاف نفسها، ننقل المئات نفسها، العشرات صارت عندنا ثمانية، الآحاد تتحول إلى صفر، فإذا أقرب عشرة هي 7280. زين، نريد نقربه إلى أقرب مئة، نجي نباوع للعشرات. العشرات عندي بها الرقم سبعة، الرقم سبعة من الأرقام الكريمة، فإذا راح يعطيني واحد المن إلى الرقم الموجود في مرتبة المئات. أنا عندي بالمئات اثنان وإجاها واحد صارت ثلاثة. أنقل مرتبة الألوف نفسها، ما لي علاقة بها، المئات صارت عندي ثلاثة، الآحاد والعشرات أحولهن إلى أصفار، فأقرب مئة هي 7300. ماشي يا أبطال؟ نجي للعدد اللي بعده، نقرب لي أقرب عشرة، نباوع للآحاد. الآحاد عندي من الأرقام البخيلة الثلاثة، فإذا العشرات تبقى نفسها. ننقل الآلاف نفسها، المئات نفسها، العشرات نفسها، ونحول الآحاد إلى صفر، فإذا أقرب عشرة هي 3710. زين، أريد أقرب إلى أقرب مئة، أباوع للعشرات نفسها، فإذا أقرب مئة هي 3700. نجي للعدد اللي بعده، نقرب إلى أقرب عشرة بالبداية، نباوع للآحاد. عندنا بالآحاد الرقم تسعة، الرقم تسعة من الأرقام الكريمة، فإذا يعطينا واحد المن إلى الرقم الموجود في مرتبة العشرات. أنا عندي بالعشرات اثنان وإجاه واحد صارت ثلاثة. المئات والألوف تنقل نفسها، الآحاد تتحول إلى صفر، فإذا 4530 هي أقرب عشرة. زين، أقرب مئة أجي أباوع علماً للعشرات. أنا عندي بالعشرات اثنان، الاثنان من الأرقام البخيلة، فإذا الرقم الموجود بالمئات ينتقل نفسه، فنجي نكتب 4000، خمسة بالمئات تنتقل نفسها، الآحاد والعشرات تتحول إلى أصفار، فأربعة آلاف وخمسمائة هي أقرب مئة. أملأ المربع بالعدد المناسب، اثنان زائد ثلاثون زائد فراغ زائد خمسة آلاف يساوي 5932. نجي نحلل هذا الرقم، اثنان عدنا بالآحاد، ثلاثة عدنا ثلاثون بالعشرات، عدنا الخمسة هي 5000، بقى عندنا التسعة هي في مرتبة المئات، فزائد 900 زائد 900. نجي هنا 7 زائد مربع زائد 300 زائد 2000 يساوي 2307. فنجي هنا عندنا 7 بالآحاد، نجي إلى مرتبة العشرات، هنا هي مرتبة العشرات، فإذا 0 في مرتبة العشرات، 0 هذا هو الصفر. زين، نجي هنا عندنا مسألة مع رؤى 5250 دينارا، ومع أختها سوسن 4250 دينارا، أي منهما معه مبلغ أكبر؟ هذا لازم نحله بالورقة. طبعا الحل نسوي جدول القيمة المكانية حتى ندخل الأعداد به ونقارنها. أكتب العددين في، يعني الحل هذا تكتبوه، أكتب العددين في جدول القيمة المكانية لأقارن بينهما. هسا نجي شو نسوي؟ ندخل العددين بجدول القيمة المكانية. عدي العدد الأول هو 5250، هذا العدد الأول. العدد الثاني 4250. أخيرا هنا أنا عندي 5 بالألوف، يعني معناها 5000. هنا أنا عندي 4 بالألوف، يعني معناها 4000. زين، أنا أعرف الخمسة أكبر من الأربعة، فإذن أخلي علامة هنا الأكبر، فأقول إذن العدد 5250 أكبر من العدد 4250، أي أن المبلغ الذي مع رؤى هو الأكبر. ماشي يا أبطال؟ هذا هو حل المسألة الأخيرة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية